شرفنا اليوم باستقبال وفد الكردي المشترك بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهي استكمال لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة، وإن شاء الله المواقف موحدة وجيدة فيما يخص جلسة يوم الأحد وتشكيل الحكومة. أمامنا استحقاق مهم وطني يوم 9 في هذا الشهر، وهو يوم عقد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد بعد الانتخابات التشريعية في البلاد. لذلك الجميع مطلوب أن نستفيد من هذه الفرصة، وأيضا نثبت بأن الديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية هي سوف تكون الحكم في تقرير مصير هذا البلد.